تعالوا نشوف مقادير الوصفه. عندنا عندي مكرونه سباجيتي مسلوقه تمام، وعندي كمان ربع كيلو من اللحمه المفرومه وبصل مفروم، وعندي بقدونس، وعندي معلقتين من الصلصه وكوبايه عصير طماطم، وعندي كمان مكعب مرق وزبده وزيت، وعندي صوص البشاميل محتاجه دقيق وزبده ولبن وملح وفلفل وجوز الطيب وجبنه مبشوره تمام. انا مش هعمل كميه بشاميل كبيره لان انا هحط بس البشاميل فوق الوش، فانا مش محتاجه طبقه كبيره قوي عشان اعمل بشاميل كتير. فتعالوا كده ايه واحده واحده نشتغل، احط البشاميل على النار ونبدا ان احنا ايه نشتغل على طول فيه. هحط الزبده اهو تمام، واحط كمان عليهم شويه زيت، ونبدا ننزل بقى ايه بالدقيق بالدقيق اللي عندي. زي ما قلت لكم انا مش هعمل كميه كبيره من البشاميل، هعمل يا دوب اللي يكفيني اللي انا ابقى عايزه الوش بس بتاعي يا دوب يتغطى اهو تمام. هقلب بقى كل ده كده مع بعض لحد ما الزبده تسيح وتتقلب مع الدقيق كده ايه، وتسوي لي الدقيق حوالي 30 ثانيه كده ايه، احس ان الدقيق دخل في السوا شويه تمام. وهبدا بقى ايه احط شويه اللبن بالتدريج. بصوا احط شويه لبن كده بالتدريج حوالي كوبايه، وابدا اقلب واشوف لو محتاجه تاني. هند صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام دايما يا رب حبيبتي، الله يخليكي. اتفضلي يا حبيبتي. بقول لحضرتك عايزة اسال على طريقه البرياني. حاضر عينيا يا حبيبتي. حاضر يا رب يخليكي. حاضر يا حبيبتي هقول لك عينيا يا حبيبتي. بصوا هنخلص الوصفه وهجاوب على كل الحاجات اللي انت سالتوني عليها. حاضر. بصوا هنقلب بقى كده ايه البشاميل مع بعض زي ما احنا حفظنا بقى خلاص، المفروض يعني بنعمله مع بعض في كل الوصفات اللي بنبقى محتاجين فيها بشاميل. فيعني وببقى قصده ان انا اعيده كذا مره، حتى لو كل يوم عندي وصفه فيها بشاميل بعمله معاكم من اول وجديد كاننا اول مره نعمله. بصوا بقلب لحد ما يبقى القوام كريمي كده، وبعدين ابدا ازود لبن لما الاقيه بيتقل كده، وانا بزود بقلب اهو تمام. احط فيه ايه؟ احط فيه شويه فلفل اسود بسيط رشه كده، وشويه جوز الطيب بتديله طعم حلو جدا، واملحه. ممكن تحطوا مكعب مرقه لو حابين اهو. هحط رشه فلفل اسود مش كتير، وهملح تمام، وهحط شويه رشه كده جوز الطيب اهو تمام. وابدا بقى ايه اقلب تاني البشاميل لحد ما هلاقي ان هو قوامه بالنسبه لي لطيف. انا ولا عايزاه جامد قوي ولا عايزاه سايب ميه، انا عايزاه يعني قوامه متوسط حلو يعني. تعالوا بقى في الحله الثانيه اللي انا هشغل فيها المكرونه، هنبدا ان احنا نسوي اللحمه ونحط فيها المكرونه والصلصه، هنعمل كل حاجه في الحله الثانيه دي تمام. هنشتغل كله في حله واحده خلاص. تعالوا بقى نحط شويه زيت، نبدا نعصج اللحمه كده ونشتغل في اللحمه بتاعت البولونيز بتاعتنا. هبدأ أشوح البصل أهو. سارة صباح الفل. ألو. شوح البصلاية كده يا سارة. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. دايما يا رب حبيبتي. اتفضلي يا جميلة أنا معاكي. بقول لك أنا عايزة أسألك على طريقة المكرونة بشاميل. حاضر. احنا بنعمل بشاميل يا سارة، احنا بنعمل أهو البشاميل. حاضر يا حبيبتي هقولها لك. ماشي يا حبيبتي شكرا. بصوا البشاميل اهو القوام بتاعه بيتقل، وافضل اقلبه كده من وقت للتاني عشان ما انساهوش. اشوح البصلايه بتاعتي وابدا انزل عليها باللحمه المفرومه. انا هشتغل بربع كيلو بس لحمه، مش هحتاج اكتر من كده في الوصفه دي اهو. هبدأ بقى ايه افرد كده الشكل ده لحد ما اللحمة عندي تتعصج مع البصل وتدخل في السوى اهو. بصوا الحلة سخنة فما بتاخدش وقت خالص معايا تشويحة، وبتبقى الدنيا كلها زي الفل اهو.
بصوا موضوع ان انتوا تنزلوا والحله سخنه ده بجد بيوفر معاكم حاجات كتير جدا، وتسويه الحاجه بتبقى اسهل واحسن كتير. هقلب كده كل الكلام ده مع بعض، وابدا بقى احط له ايه، شويه جوز الطيب، شويه فلفل اسود، معلقه حلوه كده، شويه ملح، مش هزود عشان هحط مكعب مرق، ما ننساش البشاميل، نديله تقليبه. وانا قوام البشاميل كده بالنسبه لي ممتاز، مش محتاجه اكتر من كده. تمام قوي قوام البشاميل كده، هبدا ان انا ارفعه من على النار واحطه على جنب. تمام، مكعب بتاع المرقه هحطه كده في النص ادوبه، طبعا اختياري، حابين تحطوه تمام، مش حابين وحابين بس تحطوا ملح وكده برضو زي الفل. اهو هقلب بقى كده. معانا مين؟ ام محمد، صباح الفل. الفل، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازي حضرتك، الله يخليكي يا حبيبتي. انت عامله ايه حضرتك؟ كله زي الفل والله. اللهم دايما يا رب، اللهم امين دايما يا رب العالمين. الله يخليكي يا حبيبتي، وحشني صوتك والله. الله يخليكي، بقى لنا كتير اصلا سمعناش صوت حضرتك. فعلا فعلا، معلش والله كنت مسافره، والحمد لله رجعتي بالسلامه. الله على السلامه حبيبتي، الحمد لله. الله يسلمك ويخليكي يا حبيبتي، وتسلم ايديكي ويحسن ما بين ايديكي ربنا ان شاء الله. تسلمي، الله يخليكي، ودايما كده شايفينك على الشاشه منوره الدنيا كلها يا رب. الله يخليكي حبيبتي، يومك زي العسل ان شاء الله. يومك جميل، يومك جميل ان شاء الله يا حبيبتي. مع الف سلامه. مع السلامه حبيبتي، مع السلامه. بصوا هنحط بقى ايه، معلقة صلصة حلوة كده كبيرة، أو معلقتين صغيرين شوية في اللحمة. احنا حطينا مكعب المرقة لو خدتوا بالكم، وقلبناه. تمام، امسح بس ايدي، وهحط كوباية من عصير الطماطم. تمام، وادي تقليبة. انا خلاص اديت البهارات، كل البهارات اللي انا عايزاها، الملح والفلفل وجوز الطيب ومكعب المرقة بالشكل ده كده. تمام، واحط شويه بقدونس كده مع اللحمه اهو، ممكن كمان لو حابين زيتون اسود برضو بيبقى طعمه حلو جدا مع الوصفه دي اهو. وهبدا انزل بايه، بالمكرونه. مكرونه عندي مسلوقه، هبدا انزل كده ايه على اللحمه المفرومه، وابدا اقلب اهو. تمام قوي كده، نشيل بقى الحاجات اللي احنا مش عايزينها كده ورا، ونبدا نقلب المكرونه بتاعتنا اللي على النار. نقلب كده، بصوا عايزه اقلب بقى كل المكرونه مع اللحمه مع العصير مع كل الكلام اللي احنا حطيناه ده اهو، تبقى عندي بالشكل ده. تمام قوي كده، تعالوا بقى نجيب بايركس كده ونبدا نحط المكرونه فيه عشان ندخلها الفرن. عندي بايركس اهو، الوصفات دي كلها وصفات متكامله، يعني مش محتاجه حاجه جنبها خالص، يعني هي فيها كامله، فيها كل حاجه. هبدا بقى ايه، هنطر نطره كده اهو، وهبدا ان انا احط المكرونه كلها عندي، وهنزل لو في اي حاجه كده في الحله هحط كل حاجه اهو، هاخد كل البواقي اللي متبقيه في الحله، ما سيبش حاجه خالص اهو. تمام قوي كده، ابدا اوزع بقى المكرونه بتاعتي واحط عليها شويه البشاميل. الله بقى بجد على الطعم اهو، حاجات بسيطه تقدروا، افكار بس، مجرد افكار انتوا بتنوعوا بيها الاكل، لكن هو نفس لو هتيجوا تبصوا هتلاقوا نفس المكونات اللي انتوا بتشتغلوا بيها عادي في البيت كل يوم، تقدروا ان انتوا تعملوا منها وصفات جديده ومختلفه وطعمها حلو جدا، ويبقى اختلاف عن اللي انتوا بتعملوه كل يوم. حطينا كده المكرونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في البايركس او في الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وهبدا ان انا اجيب البشاميل
ادي كده تقليبه اهو، وابدا ان انا ايه احط كده فوق الوش، اوزع البشاميل على المكرونه بالشكل ده اهو، وابدا كده بعد ما احط هبدا اوزع، هحط كده واوزع كده فوق الوش. انا مش محتاجه اكتر من الكميه دي عشان مش محتاجه ولا احط تحتيها ولا في النص ولا اي حاجه، فانا مجرد بس عايزاها كده فوق الوش وهبدا اوزعها، مش محتاجه طبقه تقيله يعني، وابدا اوزعها كده بالشكل ده. احط بقى شويه جبنه فوق الوش، شويه بقسماط على حسب اللي موجود عندي، ما احطش حاجه لو مش عايزين تحطوا يعني حاجه برضو مفيش مشكله اهو. انا عايزه بص طبقه خفيفه، انا عايزه كده ايه المكرونه ما تبقاش متداريه كلها اهي،